السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي طلبة الصف الخامس الابتدائي. درسنا اليوم مع ملك حفني ناصف. هذا الدرس يتناول جمال طبيعة الفيوم وحديثا عن باحثة البادية وهي ملك حفني ناصف. نجد بعد قراءة الفقرة الأولى أن أسرة أمير قررت أي عزمت في نهاية الأجازة الأسبوعية زيارة الجد بمحافظة الفيوم، ويصف لنا أن السيارة قد انتقلت تقطع الطريق وسط المزارع الخضراء أحيانا ووسط الصحراء أحيانا أخرى، وبعد 70 دقيقة وصلت الأسرة إلى منزل الجد بإحدى قرى الفيوم واستقبلهم الجد بحفاوة. نأتي إلى بعض اللغويات. في نهاية، كلمة نهاية مضادها بداية. الإجازة معناها العطلة الأسبوعية، وقررت معناها عزمت أسرة أمير زيارة الجد بمحافظة الفيوم. انطلقت السيارة أي اندفعت السيارة تقطع الطريق وسط المزارع الخضراء أحيانا، كلمة أحيانا معناها أوقاتا ومفردها حين، ووسط الصحراء مرة أخرى، كلمة الصحراء مفردها الصحاري والصحراوات أحيانا أخرى. متى وصلت السيارة أو متى وصلت الأسرة إلى منزل الجد؟ وصلت الأسرة بعد 70 دقيقة، واستقبلهم الجد الجد بحفاوة. إذا أردنا أن نضع بعض الأسئلة لهذه الفقرة، لماذا سافرت أسرة أمير إلى الفيوم؟ الإجابة لزيارة الجد بمحافظة الفيوم. ومتى وصلت أسرة أمير إلى منزل الجد؟ بعد 70 دقيقة. وكيف استقبلهم الجد؟ طبعا كلمة استقبلهم يا أولاد مضادها ودعهم بحفاوة، كلمة بحفاوة أي بترحاب، أي بترحاب ومضادها إعراض. نجد في الفقرة الثانية أن في أثناء أي في خلال تناول العشاء، نجد أن أمير وأميرة أظهرا ارتياحهما للمشاهد الخلابة أي مشاهد شديدة الجمال بالفيوم، وحكى الجد ذكرياته، فاستوقف أمير حديث الجد عن باحثة البادية. في هذه الجزئية أو في هذه الفقرة، كلمة أثناء مفردها ثانية وبمعناها خلال. تناول العشاء أبدأ أي أظهر ومضادها أخفى، ارتياحهما للمشاهد، كلمة المشاهد مفردها المشهد، الخلابة أي شديدة الجمال ومضادها شديدة القبح أو قبيحة، حكى أي روى وقص، كلمة الجد جمعها الأجداد، فاستوقف أمير حديث الجد عن باحثة البادية. كلمة البادية أولاد بمعنى الصحراء. ما يبقى لو حبينا نحط سؤال هنا نقول نقول ماذا أبدأ أمير وأميرة أثناء تناولهما العشاء؟ يبقى نقول أبدأ أمير وأميرة ارتياحهما للمشاهد الخلابة بمحافظة الفيوم. ارتياحهما للمشاهد الخلابة بمحافظة الفيوم. طيب سؤال تاني، ما الذي استوقف أمير أميرة في حديث الجد؟ الذي استوقف أمير في حديث الجد هو حديثه عن باحثة البادية. طيب نأتي إلى جزئية أخرى، من هي باحثة البادية؟ باحثة البادية هي ملك حفني ناصف. هذه السيدة أو هذه المرأة هي أبوها من أشهر الأدباء والقضاة في مصر. نجد أن ملك حفني ناصف ولدت بمحافظة في حي الجمالية بالقاهرة. ولدت ملك حفني ناصف في حي الجمالية بالقاهرة سنة 1886. هذه السيدة أو هذه الفتاة التحقت بالمدرسة الثانية وحصلت على الابتدائية، ثم واصلت دراستها حتى نالت أي حصلت على الشهادة العليا. نأتي إلى جزئية، أو إذا أردنا أن نضع سؤال، نجد أن ملك حفني ناصف لما يجي يقول لي أين ولدت أو من هي باحثة البادية؟ باحثة البادية هي ملك حفني ناصف. ومن أبوها؟ هو رجل من أشهر الأدباء. كلمة الأدباء أولاد مفردها الأديب، مفردها الأديب. مفرد الأدباء الأديب، والقضاة مفردها القاضي.
نجد أن ملك حفني ناصف ولدت أين ولدت؟ في حي الجمالية سنة 1886. وأين درست؟ هنقول إن هي التحقت بالمدرسة الثانية وحصلت بمدرسة الثانية وحصلت على الابتدائية وواصلت تعليمها. واصلت أي تابعت تعليمها حتى نالت أي حصلت على الشهادة العليا. نأتي إلى جزئية أخرى هي ما صلتها أو ما علاقة ملك حفني ناصف بالفيوم. نجد أن هذه الفتاة انتقلت إلى الفيوم بعد أن تزوجت من رجل اسمه عبد الستار الباسل وهو رئيس قبيلة الرماح. يبقى كيف ما صلت ملك حفني ناصف بالفيوم؟ هقول له أن هي تزوجت عبد الستار الباسل، انتقلت إلى الفيوم بعد أن تزوجت من عبد الستار الباسل وهو رئيس قبيلة رئيس قبيلة الرماح. طيب مين هو عبد الستار الباسل؟ زي ما قلنا أولاد، هو رئيس قبيلة الرماح. هذا الرجل كان واسع الثقافة وكان يجيد أن يحسن أكثر من لغة. وبعد الزواج اتخذت ملك لنفسها لقبا جديدا اشتهرت به وهو باحثة باحثة البادية. طيب بعض المعاني التي ذكرت في هذه الفقرة، نالت قلنا معناها حصلت، نالت معناها حصلت، صلتها معناها علاقتها، يجيد معناها يتقن ومضادها يسيء، اتخذت لنفسها لقبا أي اسما، اتخذت لنفسها لقبا أي أي اسما. وهذه الأسئلة، انطلقت السيارة تقطع، وطبعا كلمة بحفاوة مضادها بترحاب، مفرد أحيانا حين، جمع الصحراء، الصحراء الصحراوات والصحاري، انتقلت معناها اندفعت أو أسرعت، مضادها طبعا مضاد انطلقت توقفت. متى قررت الأسرة زيارة الجد؟ في نهاية الأجازة الأسبوعية. وكيف استقبلهم الجد؟ الإجابة بحفاوة. طبعا زي ما قلنا، أبدأ أمير وأميرة ارتياحهما للمشاهد الخلابة، والذي استوقف أمير هو حديث عن باحثة البادية. طبعا لما نيجي بعض الإعراب يا أولاد، انطلقت السيارة، السيارة هنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، كلمة الطريق تقطع فعل مضارع، الطريق مفعول به والفاعل هنا ضمير مستتر تقديره هي، وسط ظرف مكان منصوب علامة نصبه الفتحة. تمام ماشي. طيب نأتي إلى الفقرة الثانية في الإجابة. طبعا يا ولاد هنا طالب منك مفعول لأجله أنت لسه ما خدتوش. ماشي. ما اللقب الذي أطلق على ملك حفني ناصف باحثة البادية؟ من أبوها؟ من أشهر الأدباء والقضاء في مصر. طيب لو ما يقول لي كرمت الناظرة، عايز مفعول به، ها كرمت الناظرة المتفوقات، المتفوقات. تمام. قرأت قصتين، قرأت قصتين، قرأ فعل ماضي والتاء فاعل، وقصتين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. طبعا أذاكر دروسي المفعول لأجله انت لسه ما خدتوش، بس اذا اردت ان تحله فنقول ايه، اذاكر دروسي املا في التفوق. نأتي الى جزئية اخرى من هذا الدرس، وهو ان ملك، ما الذي اهتمت به ملك حفني ناصف، او ماذا فعلت ملك حفني ناصف؟ هذه المرأة او هذه السيدة قد نظرت اي فرضت على نفسها واوجبت على نفسها أن تدافع عن المرأة وعن تعليم المرأة. يبقى بما اهتمت ملك حفني ناصف، اهتمت بالدفاع عن المرأة وتعليمها. فكانت هذه السيدة تحث أي تشجع الآباء على تعليم بناتهم، وكما كانت تعلم الفتيات كيفية الاعتناء أي كيفية الاهتمام بأنفسهن. ونجد أن ملك حفني ناصف وهناك غيرها كثير وكثير من النساء التي قدمنا خدمات كثيرة لهذا للوطن وللمرأة المصرية، فنجد من أمثال ملك حفني ناصف هدى شعراوي وصفية زغلول وغيرهن كثيرا وكثيرا. هؤلاء النساء قد بذلن الجهد من أجل حصول المرأة على حقوقها وإصلاح أوضاعها في الأسرة والمجتمع. بسبب ملك حفني وهدى شعراوي وصفية زغلول وغيرهن كثيرا،
أصبحت المرأة لها دورا كبيرا في المجتمع، فأصبحت المرأة وزيرة وسفيرة وقاضية ومعلمة وطبيبة وباحثة في شتى الميادين. في هذه الجزئية نتكلم عن بعض المعاني. نظرت معناها فرضت على نفسها، الدفاع مضادها الهجوم، تحث معناها تشجع ومضادها تثبط، الاهتمام معناها الاعتناء ومضادها الإهمال، بذلنا أي قدمنا عن طيب نفس ومضادها بخلنا، الجهد معناها المشقة، شتى في متفرق أو في مختلف، والميادين بمعنى المجالات ومفردها الميدان. أيضا من أجل حصول المرأة على حقوقها وإصلاح، كلمة إصلاح مضادها إفساد، مضادها إيه؟ إفساد، تمام. يبقى بما اهتمت ملك حفني ناصف بالدفاع عن المرأة وتعليمها، كيف دفعت المرأة، كيف دفعت ملك حفني ناصف عن المرأة؟ كانت تحث الآباء على تعليم أبناتهن، وكانت تشجع الفتيات. أو ماذا علمت ملك حفني ناصف الفتيات؟ علمت الفتيات كيفية الاعتناء بأنفسهن. عندي هنا أولاد في كلمة المرأة، المرأة كلمة المرأة أولاد جمعها النساء، جمعها إيه؟ النساء. وكلمة المرء، المرء بمعنى الرجل، كلمة المرء جمعها إيه؟ الرجال. أميرة شكرت ملك حفني ناصف فقالت شكرا لهن وشكرا لك يا جدي على أن عرفتنا بباحثة الإيه؟ البادية. ماذا سيفعل أمير وأميرة لكي يعرف الجيل الجديد مثل هذه الرائدات والرواد؟ فيجب علينا أن يعرف الجيل الجديد هؤلاء النساء وغيرهن الكثير. فأمير قرر أنه سيكتب في مجلة المدرسة عن ملك حفني ناصف، أما أميرة سوف تقوم بجمع الصور لباحثة البادية في هذه المجلة. طبعا التقويم، طبعا نظرت معناها فرضت أو أوجبت على نفسها. مفرد الفتيات، الفتاة، جمع نفس، نفوس، مضاد الدفاع الهجوم. طبعا لماذا انتقلت ملك حفني إلى الفيوم؟ انتقلت إلى الفيوم بعد أن تزوجت عبد الستار الباسل رئيس قبيلة الرماح. ما الذي نظرت ملك حفني ناصف نفسها من أجله؟ الدفاع عن المرأة وتعليمها. وبما اهتمت المرأة، اهتمت المرأة بالفتيات، فكانت تعلم الفتيات كيفية الاعتناء بأنفسهن. اعرف ما تحته خط. للدفاع اسم مجرور باللام وعلامة جره الكسرة، فكانت تحث فعل مضارع، الفاعل ضمير مستتر تقديره هي، الآباء مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأنه جمع تكسير. أيضا تعلم الفتيات، تعلم فعل مضارع، الفتيات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. نيجي في السؤال الأخير هنا، حدد المفعول به فيما يلي وأعربه. يحب الله المؤمنين، يحب فعل مضارع، الله لفظ الجلالة فاعل مرفوع علامة رفع الضمة، المؤمنين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. تغسل الأم الخضروات، تغسل فعل مضارع، الأم فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة، الخضروات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. قرأ الرجل الصحيفة، قرأ فعل ماضي، الرجل فاعل، الصحيفة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح. كرمت الدولة عالمين، كرم فعل ماضي والتاء تاء التأنيث، الدولة فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، عالمين مفعول به منصوب بالياء لأنه مثنى. وإلى هنا نكون قد أنهينا هذا الدرس، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.